Hello everyone, it's me again Mr. Qasrour with the new recording. أهلا بكم طلابنا الأبطال وطالباتنا الوطلات. اليوم إن شاء الله فيديو جديد وراح يكون الدرس الثاني في سلسلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي. طبعا الدرس كالمعتاد راح يكون برعاية مركز اللغات البريطاني في العراق BLC، وتقدرون تلقوه على صفحة وقناة مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق وعلى صفحتي وقناتي الشخصية كذلك. طبعا اليوم راح ناخذ درس يونت 1 لسن 2 بارت 1. ليش بارت 1 الجزء الاول؟ لانه انا في بالي انه نضبط الباست سمبل والباست كونتينوس بشقين، شق الماده الدراسيه لان حنحتاجها هسه بالمحاضره القادمه، وين اند وايل از واند اللي هي البارت 2، ونحتاجها في وحدات اخرى. حتى اذا ممكن اذا ما كنت بستادس ممكن تستفاد، لانه يعتبر الباست سمبل والباست كونتينوس في كل سنه تجيك بالانجلش، فراح تستفاد منها هواي. وحتى اذا كنت مو طالب ايضا تقدر تستفاد منها كلغه. طيب طبعا وياها اضفت موفي كليبس، مقاطع افلام، حتى شويه تقرب لكم الصوره والفكره اكثر. اوكي سو ليتس جيت ستارتد، خلينا نبلش. بالبدايه راح ناخذ فكرة الماضي البسيط. أول شيء راح نسلط الضوء عليه past simple. عندي بالجملة تكوين الجملة الأفرمتيف المثبتة، يعني شو المثبتة؟ يعني لما تسولف شيء صار بالماضي، لا تنفي ولا جاي تسأل، مجرد سولف. مثلا نقول شفت علي، قرأت كتاب، باعت فيلم، هذه هو الإثبات. قاعدتي حتكون I will use the subject before the verb in the past، يعني أكو فاعل وبعده راح يستخدم فعل ماضي وراء تكملة الجملة أيا كانت. طيب بعد ذلك عندي قاعدة negation أو negative. negative هو أنه أستخدم الفعل didn't اللي تقابله بالعربي كلمة لم. يعني مثلا طبعا شيء مهم جدا أنه الفيرب بعد didn't لازم يكون based، يعني تشيل من عنده أداة الماضي. الماضي بشقين، القياسي وغير القياسي، يعني بالحالتين قياسي او غير قياسي، فبعد didn't انت راح تراجعه لمصدره. راح نيجي بعد قليل على هاي التفصيله. اذا قاعدتي بالنفي راح تكون السبجكت نفسه ايا كان مع كلمه didn't معناها لم، والفعل مجرد. يعني اذا قلنا بالمثبت I saw Ali، بالنفي حصير I didn't see. see هي مصدر saw، بالنفي رجعتها الى see وتكمله الجمله خليت نقاط امامها. اما بالسؤال فراح يبقى راح ايضا الفعل راح ارجعه مجرد، بس حغير مكان الديدنت او راح تصير ديد، حتصير قبل الفاعل، فحصير القاعده عندي ديد بعدين الفاعل بعدين فعل مجرد. زين اذا قلت مثلا اريد اسال واحد، مثلا اذا اريد اسال صديقي اقول له انت شفت احمد، راح اقول له ديد لان انا اساله هل، فاقول له ديد يو، الفاعل انت يو، سي يرى، يعني صار الفعل مجرد سي وتكملت الجملة أحمد. Did you see أحمد؟ زين إذا أريد أقول أين رأيت أحمد؟ يعني وين شفت أحمد؟ فمجرد نفس القاعدة بس هخلي قبل الديد كلمة سؤال اللي هي Where did you see أحمد؟ أوكي الملاحظات المهمة عندنا بالباست سمبل هسه. نستعمل الماضي البسيط للفعل الذي جرى واكتمل بالماضي. شفت فيلم؟ ما شفت فيلم؟ هل شفت فيلم؟ شيء مكتمل بالماضي، ما له علاقة بالحاضر ولا كان مستمر. شيء ذكرته قبل قليل، نستعمل في الحالة المثبتة الفعل بصيغة الماضي ويتحول إلى المصدر عند النفي والسؤال in the negative and the question I put the verb into the base form. للنفي نضع didn't بعد الفاعل وللسؤال نضع did قبل الفاعل. انتبه على التفاصيل. الأفعال الماضية نوعان، نوع قياسي يضاف لنهايته ed يصير ماضي وعند تحويل الماضي طبعا، ونوع irregular verb يكون فعل شاذ يعني ما ياخذ ايدي، والافعال الشاذه اشكال والوان. هذه النقطه الاخيره مهمه جدا، شلون اقدر هذه الكلمات تساعدني في معرفه انه هاي جمله past simple. مثل yesterday البارحه، ago وياها قبل، طبعا ago قبل كذا وقت. بعض الناس يرتكبون خطا، مثلا أقول مثلا شفت أحمد قبل 3 أيام، يترجم قبل إلى before، فراح يقول I saw أحمد before 3 days، وهذا خطأ. هنا أنا قبل 3 أيام يعني قبل كذا فترة، فنستخدم ago. فشو راح نقول؟ I saw أحمد 3 days ago. I saw أحمد 3 days ago، يعني شفت أحمد قبل 3 أيام، مو كلمة قبل before. مع الوقت نقول before three أو three days ago.
أو last. last يعني الفات أو الماضي، مثلا last week الأسبوع الفات، last Monday الاثنين الفات، last عيد العيد الفات، إلى آخره etc. هاي بعض الأمثلة مترجمة. طبعا سوري نسيت أنوه إنه ضروري جدا حتى تفهم الدرس تكون مدون ورقة وقلم، ماركرات، ألوان كذا، هايلايترز، وتكتبون كل شيء حتى يكون فهمكم تام. من تراجعون راح تراجعوا بسهولة. I saw Ali in the park yesterday. I فاعل، so فعل ماضي، shall طبعا المصدر مالتها see، علي هو تكملة الجملة إلى آخره. Amir didn't do well in the exam yesterday. أمير ما كان زين بالامتحان بارحة، ما قدم بشكل زين. هنا الفعل المساعد didn't خليناه لأن الفعل do فعل مجرد، فإحنا ننفي. Did Summer give you the book؟ سامر أعطاك الكتاب؟ هل سامر أعطاك الكتاب؟ فخلينا did قبل الفاعل سامر. طيب Where did أحمد go؟ Where did أحمد go؟ وين راح أحمد؟ هذا السؤال ال did مسبوقة ب عفوا أحمد الفاعل مسبوق ب did وقبلها كلمة سؤال where. هذه تمارين تقرب لك الفكرة عن الباست سمبل. احنا بدنا نجزئ اليوم الأجزاء ونجمعها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. Nora visited her friend last week. Negative. شلون أسويها negative؟ Nora طبعا فاعل و visited هو verb in the past فعل بالماضي. فشون استخدم الفعل بالماضي؟ طبعا راح استخدم كلمة didn't. Nora didn't. وش خليت الفعل؟ شلت الايدي لأن هو مجرد، لأن هو قياسي فحولته إلى مجرد لأنه عندي كلمة نفي didn't. We go to the cinema yesterday. شلون تقول رحنا للسينما البارحة؟ رحنا يعني نحن ذهبنا، نحن اللي هي we و go يعني روح، بس هنقول رحنا، إذا أحتاج إنه أحول الفعل go إلى ماضي. هنا لازم تتعرف الفعل go شو يصير بالماضي، فخلينا نشوف. We went to the cinema yesterday. النقطة الثالثة، أمير traveled to Turkey last Monday. أمير سافر إلى تركيا الاثنين الفات، مو أي اثنين، الاثنين المضى. تسوي لي question، طبعا أكيد أخلي did قبل الفاعل أمير وأخلي الفعل بالمجرد، أحذف منه الإي دي. كريم met his friends in the underground station yesterday. كريم قابل أصدقائه في محطة المترو، مترو الأنفاق البارحة. هنا أنا طبعا مطلوب نيجاتيف نفس الجملة هذه. طبعا الفرق بين الجملة الأولى والأخيرة أنه الفعل مالتها هنا أنا رئيسي والأخير يكون شاذ. فشون أسوي؟ أضيف didn't بعد الكريم و meet أو met الماضي أرجعها إلى مصدرها meet. أوكي هذه يعني يجب تدوينها، إضافة إيدي لأفعال قياسية. أكو أفعال فقط أضيف لها إيدي مثل هالموجودة قدامكم، أكو أفعال أضيف لها دي لأن هي منتهية أصلاً بإي وهذه أيضاً مجموعة، أكو أفعال أضيف أضاعف الحرف الأخير double the last letter إذا كان قبل حرف إلا واحد if it is preceded by one vowel ثم أضيف إيدي. طبعاً هاي حالة عامة، أكو حتى بهاي استثناءات مثل هالمجموعة اللي قدامكم، وأكو مجموعة أحول الواي إلى I بعدين أضيف إي دي. شوكت إذا الواي مسبوقة بحرف صحيح، if Y is preceded by a consonant sound or a consonant letter you should change it into I then you should add ED مثل هاي المجموعة اللي أمامكم. أيضا الآن خلينا نشوف الباست سمبل بالأمريكان موفيز، نشوفها بالأفلام الأمريكية شلون نستخدمها. هنشوف هذا الفيلم، هذا المقطع كليب. اوكي دورا تقول I think he saw me. شو المعنى I think؟ I think يعني أعتقد، يعني ما متأكدة. I think he saw me. هنا أنا جملتي بالباست سمبل هي بادية بالفاعل he. He saw me. He هو الفاعل، saw الفعل يأتي من الفعل سيرة، طبعا استخدمته ماضي لأن هو شافها بالماضي، بس هو شافها قبل ثانيتين، هل يعتبر ماضي؟ نعم، حتى لو قبل ثانية يعتبر past. أوكي شوف مقطع آخر، هنا أنا راح نستخدم النيجاتيف، استخدمنا الأفرماتيف المثبت، هسا نشوف النيجاتيف. قال ابنها تقول I didn't lie، فبالتالي استخدمت الباست سمبل بالنيجاتيف، قالت I أنا اللي هو الفاعل و didn't lie، didn't فعل مال الفعل المساعد للنفي و lie فعل مجرد،
لاي هو فعل قياسي من جماعة الدي فقط، بس أضيف دي يصير ماضي. بس يعني مثلا إذا أريد أقول أنا كذبت، بالمناسبة I didn't lie معناها أنا لم أكذب، بس إذا أقول كذبت أحذف يعني أشيل didn't أو أضيف دي فصير I lied، أنا كذبت. I lied to you يعني كذبت عليك. مقطع آخر راح نستخدم بالquestion، سؤال. رجعنا الدورة. Did he die؟ هذا سؤال مطلوب yes or no، فبدأ بالسؤال بكلمة الفعل المساعد did، والفاعل هي، والفعل die أيضا فعل مجرد. ليش؟ لأنه نفي والسؤال الفعل يكون مجرد. دائما عيدوها بنفسكم. المقطع الأخير بهذا الباست سمبل هو أيضا question، بس مو yes or no question، يعني جوابه مو yes أو no، مثل السؤال قبل شوية المقطع ما did he die، فأكيد راح تقول له yes or no. هذا المقطع لا، هذا يسموه WH questions، يعني مطلوب منك معلومة. شوف المقطع. What did they do to us? What did they do to us? سوونا، ماذا فعلوا بنا؟ هنا what هي أداة السؤال، did فعل مساعد مسبوق سابق الفاعل they، وطبعا الدو فعل مجرد. فهذا الترتيب، فعل مساعد did، فاعل they، بعدين فعل مجرد وتكملة الجملة. طيب الآن انتهينا من الباست سمبل وفهمنا معظم الأشياء. هسه خلينا نروح للباست كونتينيوس اللي هو مبدئيا أسهل، بس خلينا نفهم الفكرة مع الباست كونتينيوس. قبل ما ناخذ الفكرة خلينا ناخذ القاعدة. الباست كونتينيوس مو مثل الباست سمبل، إنه الفاعل أي فاعل وراء فعل مجرد، وأي فاعل وراء نفي بالديدنت، وأي فاعل قبل ديد. لا، هنا مو أي فاعل، لازم نقسمهم. I she he it هاي المجموعة، أنا هو أو علي أو my brother أخويا my mother أمي، هذولا يعتبرون من مجموعة ال was. was مو was، أوكي. طبعا ال verb ما راح يكون بال past، ال verb راح يأخذ ing. فمثلا أقول أنا كنت أحكي ويا علي، I was talking to علي، كنت أحكي ويا علي. لاحظ كلمة كنت، يعني كنت أسوي فشي باستمرار بالماضي، أوكي. أما we, you, they فرح تأخذ where ويها verb ing. إذا قلت إحنا مثلا، إحنا كنا نبع فيلم، كنا نبع فيلم مو شاهدنا، شاهدنا فيلم هذا past simple يعني شاهدنا وخلاص. أما كنا نشاهد يعني استمرارية بالماضي، فهاي past continuous. We were watching a film. We were watching a movie. أوكي. طبعا باختصار شديد النفي هو مجرد was was not، صير were صير were not، أو نجمع wasn't weren't، ولو الأفضل طبعا عدم الاختصار برأيي. أما بالسؤال فمجرد راح أخلي الواز قبل الفاعل مالتها والور قبل الفاعل مالتها. هذه الفكرة باختصار، يعني أنا لا ندخ فعل ماضي ولا ندخ بالإيدي ولا بالفعل الشاذ. أوكي، نضع الفعل في حالة الماضي المستمر إن دل على حدث كان يجري. بس انتبه لي على كلمة كنت أسوي كذا، كنت أباوع، ما كنت أباوع، هل كنت تباوع، أكو استمرارية. كان يجري في فترة من الزمن الماضي، مثلا أمس، قبل ساعتين، الأسبوع الماضي، إلى آخره. لعمل سؤال نضع الفعل المساعد was were قبل الفاعل، ونفس الظروف الزمنية مع past simple اللي yesterday ago last أيضا ممكن نلقاها بال past continuous. هذه الأفعال راح نجيها في وقت لاحق، راح نركز عليها أكثر. هذه الأفعال شباب مو من العادة أنه نستخدمهن بالباست كونتينيوس، يعني ما يحبن الآي إن جي. خلينا نقول أنه ذني مو هالقد علاقتهن بالآي إن جي، أكو غيرة بيناتهم، أكو حقد بيناتهم، فما يحبن. أحيانا، في أحيان نادرة بس إحنا ما نحتاجها، أحيانا يضطرون على قد مصلحة يأخذون الآي إن جي، بس إن عموما يكرهن الآي إن جي، اللي هن want يريد، feel يشعر، سيارة تيست يتذوق، أو يكون طعمه، believe يعتقد، understand يفهم، like يحب، نفس love يحب بس love أقوى، hate يكره، remember يتذكر، know يعرف أو يعلم، hear do you hear do you hear that يعني يسمع، و forget forget ينسى. okay خلينا نأخذ أمثلة. I was watching a film in my room، كنت أشاهد فيلم في غرفتي، هاي استمرارية. The kids were not sleeping yesterday at 11 PM. What was Nora making 2 minutes ago؟ شانت تسوي نورا قبل دقيقتين، استمرارية طبعا، أعيد وأذكر، استمرارية استمرارية.
Were you listening to music? أنت جد تستمع للموسيقى؟ طبعا هذا بالماضي. Okay, خلينا نسوي تمارين نفهم بها الـ past continuous. I download some songs. Put the verb in the past continuous. سوي لي هاي الجملة خليها بزمن الـ past continuous. طبعا بما أنه I فالـ I من جماعة الـ was. فمجرد أقول I was. أما الـ download فراح ترحب بالـ ING لأن ما عندها مشكلة وياها. فراح يكون الجواب I was downloading some songs. الثاني راح يكون اختيارات. هاي لا تنسون هذه لغرض تقويتك بالمادة. What you doing yesterday at 11 أو 10 p.m. sorry. سؤال الاختيارات دائما أفضل مهارة بسؤال الاختيارات هو التسقيط. قبل ما أحل مباشرة أختار لي شيء غلط. يعني مثلا كلمة you ما تأخذ was أبد لأن you جماعة الـ where. إذن الـ was غلط 100%. بقت عندي where و are. أكيد لازم أكو شيء بالجملة يدليني أنه هذه الجملة past يعني ماضي لو مضارع. فالكلمة هي yesterday البارحة. إذن المطلوب ماضي فنختار where. What were you doing yesterday at 10 p.m. شو تسوي البارحة بالعشرة. The students were taking a lecture. الطلاب كانوا يأخذون محاضرة. المحاضرة خما تحصل فجأة. لا المحاضرة هذه الاستمرارية وقت نص ساعة أو ساعة أو أكثر حسب. يقول change the sentence into a question. طبعا هاي نقطة سهلة جدا. يقول لك سويها سؤال. وبالسؤال أكيد was where تسبق الفاعل. فإذا اللي حسوي هنا أنا أقدم ال where على الفاعل the student. الفعل يبقى بمكانه والتكملة أيضا تبقى بمكانها. النقطة الأخيرة my mother looking for her mobile phone 10 minutes ago. Look for يعني دور. فأمي كانت تدور. كانت تدور أخذت وقت حتى تدور. يعني استمرت بهذا الأكشن بالماضي. My mother looking for her mobile phone 10 minutes ago. طبعا هنا أنا الاختيارات was where is. أستبعد منه برأيكم my mother يعني she يعني بنية. فإذا ما تأخذ ال where. ال where غلط 100%. أما بين ال was وال is فالمفاضلة حتكون على أساس فت كلمة بالجملة تدليني هاي مضارع الماضي. وأكيد هي الكلمة كلمة ago قبل 10 minutes قبل 10 دقائق. إذا الجواب هو was. Okay. إضافة الـ ing أكو فقط نضيف الـ ing وأكو نحذف الحرف الأخير الصامت اللي هو الـ e ثم أضيف ing مثل هالمجموعة أو أضاعف الحرف الأخير وأكو استثناءات أرجو أن تقروها. إذا حرف علة واحد أضيف ing بس أكو استثناءات بها مو أي يعني أكو هو استثناءات مثل كلمة visit to edit أو فعل منتهي y x w e n هذني من ضعف الحرف الأخير مالتهن. كذلك عندي حول IE إلى Y ثم أضيف ING. هذا من ثلاثة أفعال فقط نقدر نحفظهم بسهولة. tie يربط die يموت lie يكذب. أوكي الآن خلينا نشوف الـ past continuous in the American movies. Let's have a look. خلينا نشوف الماضي المستمر بالأفلام الأمريكية شلون ممكن نستخدم. أول شيء راح نبدي بواز بالمثبت وتباعا. خلينا نشوف Bruce. He was wandering around Chinatown. I guess it proves the theory that hyenas really do have nine lives. Hyenas اللي هي الضبع. He was wandering around Chinatown. طبعا ليش قالت عن الضبع هي؟ لأنه بالمجتمعات الغربية أكو احتمال أنه تسمي الحيوان يعتبر هي أو شي. يعني إذا هو ذكر تعتبر هي وإذا هي أنثى تعتبرها شي. هذا يعبر عن مدى حبك للبيت اللي هو الحيوان الأليف مالتك. فتقول إنه هذا الهينة هذا الضبع he was wandering around Chinatown. wandering يعني هيك يفتر هيك دايح يعني يفتر هيك ما عنده شيء. wandering around هنا أنا الفاعل he was وضفنا wander ضفنا لها ing. هنشوف was بالنفي. she wasn't talking about me she said you did this. okay أصح بهذا الفيلم knives out فيلم راقي جدا ورهيب. she was not talking about me. هي تقول she was not talking about me. هي طبعا اختصرت إلى she wasn't. فأيضا هنا معناها هي دا تحشي عن وحدة فخلت she. ليش ما ذكرت اسمها؟ لأن المجموع القاعدين يعرفون من المقصودة فنقدر نستخدم هي وشي إذا المقابل يعرف إحنا منو دا نقصده. فهنا المجموع القاعدين يعرفون أكو بنية دا تنحشي عنها فقالت she. فطبعا she تأخذ was وللنفي was not. talking يتكلم ضفنا لها ing لأن كانت أكو استمرارية. هاي معناها ما كانت تحكي عني. بس إذا نقول كانت تحكي عني رح نقول she was talking about me. نأخذ was بالسؤال
Trump is pissed. He was up all night tweeting. Crap. Really? What was he tweeting? What was he tweeting? طبعاً هنا دي يحكون عن دونالد ترامب, the president of the USA. دي يحكون عن ترامب. فقالت لها what was he tweeting? شان يغرد. هو دائماً يغرد, يحب يغرد. What was he tweeting? نانا was he. ليش؟ خل قدم واز عليه. لأن جاي تسأل. بس الجواب طبعاً مو yes or no. لأن عندك كلمة what. فمطلوب معلومة. مو yes or no. Okay. هسا ناخذ وير بالمثبت. We're mocking you. Laughing at you and me. They were mocking you. Mock يعني يسخر من. حششون علي يعني. Okay. They were mocking you. هذا they فاعل. طبعا they تاخذ وير. والverb mock. حذفين الاي الاخيره وضايفين ing. فصارت they were mocking you يعني كانوا يسخرون منك. بعد اكو جمله هم قالها they were laughing at you and me. يعني كانوا يضحكون علي وعليك. فهنا فعليا نفس الجملة they were mocking you, they were laughing at you and me. Okay, نشوف where بالنفي. Easy. You weren't breathing. This scene is from the Aquaman film. هذا مقطع من فيلم Aquaman. هنا هذا الشخص قالها لهاي الكائن البحري قالها you weren't breathing يعني انت ما كنتي تتنفسين. هو طبعا انقذها فقالها you weren't breathing انت لم تكوني تتنفسين. فهنا you فاعل were فعل مساعد ضفنا له not لان المعلومة منفية والفعل ضفنا له ing بعد حذف الاي لان كلمة breathe شنو بريث؟ خدناها بالمحاضرة الأولى رجع لها إذا ما تتذكر. بريث يعني يتنفس. فقالها أنت ما مشيتي تتنفسين. خلنا نأخذ وير هسا بالسؤال. What were you doing? ماذا كنت تفعلين؟ شو تسوين؟ What يعني شنو؟ Okay. Where you ليش مو you were لأنه أيضا سؤال فقدمنا ال where على ال you وضفنا ing لكلمة do. هاي قائمة تحتاجها جدا أهم الأفعال الشاذة. طبعا الأفعال الشاذة راح أسوي لمحاضرة لاحقا الأفعال الشاذة كلها اللي عندكم بالمنهج راح أخلي لكم إياها بالمصدر وباست past participle وكل فعل حنزل لكم إياه مقطع من فيلم حتى تشوفون شلون مستخدم بالأفلام. طبعا شفتوا المقاطع خفيفة ظريفة ما تتجاوز 3-4 ثواني. ما راح أقرأ طبعا الأفعال. أنا أعطيتكم المعنى مع كل فعل أكو verb البيس مالت المصدر والفعل الماضي والpast participle. هذا حاليا هسه بدرسنا إحنا ما نحتاجه بس راح نحتاجه بعدين هواية. فضروري أنه أنصح أنه كل يوم تكتب ذني وتتمرن كل يوم على فعلين أو 3 أفعال لغاية ما توصل الوزاري. حتى لو باليوم فعلين جدا تأخذ منك وقت أو تأخذ منك وقت تضبطيهم تلزمين ورقة قلم. اليوم مثلا begin و break أكتب begin ماضيها begun تصريفها الثالث begun break broke broken أحفظ اليوم أقعد 3 دقائق أعيدها بيني وبين نفسي أكتبها لغاية ما أسيطر على الأفعال كلها أطلب للوزاري ما عندي أي مشكلة بأي فعل أخذوها مني. اوكي هاي المجموعة الأولى begin begun begun break broke broken bring brought brought buy boat boat build built built choose chose chosen come came come cost 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 cut 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 do did done draw drew drawn بقى الفرق بين draw و drew والتصريف الثالث drone drive drove driven eat ate eaten feel felt felt find found found get got give gave given go went gone have had hear heard put مجموعة أخرى read read نفس الشكل بس الماضي والتصريف الثالث ما نقرأ read read. فإذا تقول قرأت كتاب قرأت بالماضي فتقول I read a book هذا الفعل مو هذا I read a book. What I didn't read, well, I didn't read a book. Sit, sat, sat. Think, thought, thought. Tell, told, told. Sell, sold, sold. Say, said, said. Pay, paid, paid. Meet, met, met. Leave, left, left.
send, send, sent, spend, spent, spent, sleep, slept, slept, speak, spoke, spoken, write, wrote, written, see, so, seen, take, took, taken, steal, stole, stolen, fly, flew, flown, win, won, won, lose, lost, lost, teach, taught, taught. آخر شيء قبل الختام، هذا التست test yourself. طبعا السلسلة راح تكون مثلا هذا الرقم الأول 1، هذا يعبر عن اليونت، وال1 هذا تسلسله باليونت. هذا شلون ممكن تحله؟ حله أنت بالبيت، عندكم 8 نقاط، شوف المطلوب منك شنو بالسؤال وحله. إذا تحب تشاركني وأشوف لك حلولك صح وخطأ، ولغرض المشاركة فقط، اكتب الحلول مرقمة بالتعليق تعليقات على المنشور أو على فيديو اليوتيوب، علق تعليقات الفيديو، ويا ريت انه تنطي لايك واشتراك لصفحة المركز، وتعطي تعليقات، وان شاء الله اعلق لك انا. واي سؤال طبعا تلقوه حاولوا انه تعلقون بالتعليقات مال اليوتيوب وانا ارد عليكم ان شاء الله. وهذه القائمة تقدر توقف الفيديو وتكتبها وتحاول تحلها. اوكي، ثانكس فور واتشينج. الدرس القادم اذا ضبطت هذه المحاضرة، فالدرس القادم اللي هي مادة وزارية مهمة جدا، راح تكون عندك مثل شربة المي اكيد 100%، يعني مو كلام فقط، وراح تشوفون ان شاء الله. بس ضبطوا هاي المحاضرة وإن شاء الله أشوفكم بالمحاضرة القادمة. Thanks for watching, Mr. Qaswar.